برنامجنا. نمسي على ضيوفنا بالخير اللي قاعدين يسألون عن سفرة البرامج الموجودة عندنا. كلمة لذة وطاب عيونك ما راح تغمضها إلا أنك تتابع من خلال فاصل صغير وترجع على برامج تلفزيون الكويت اللي راح يغذيك بكل شيء جميل من خلال برامجنا الثقافية أو الدينية أو المنوعات أو المسابقات. لكن اسمحوا لي بالبداية أرحب بضيوفي اللي منورين اليوم، وأولهم الأستاذ عبد الرحمن العقل اللي هو فعلا أصر أني رقم ضغوط العمل وهد اللوكيشن بالتصوير وراجع الحين. حياك الله معانا ونقول لك العام وانت منور شاشة تلفزيون الكويت. وانتم بخير. انا اللي سعيد جدا اني اكون في بيتي تلفزيون الكويت. انا وايد سعيد جدا اني ابارك لنفسي وكل زملائي الفنانين، وابارك لمعالي وزير الاعلام الشيخ سلمان محمود والاستاذ وكيل وزارة الاستاذ طارق وكيل وزارة مسلسل يوسف مصطفى وكل الاعلاميين على هذه، والتمنيرة والهويدي الوكيل المساعد على هذه التظاهرة الجميلة اللي تحدث لأول مرة في الكويت، اني اسعدت الناس في هذه البرامج. انا اقول واقولها بكل فخر، اتحدى كل المحطات مع حبي وتقديري لكل المحطات على الاعمال الجميلة اللي عملتها وزارة الاعلام الكويتية، سواء كان مسلسلات، برامج، ثقافة، تربية إسلامية، تربية ثقافية، حصري وكويتي. أتحكى أنا ولا أنت؟ ها أوكي. يا عسى الله يخليكم. أنا سعيد جدا إني أنا أكون في بيتي في شاشة تلفزيون الكويت. أنا تربيت في هالتلفزيون، ما صار عبد الرحمن العقل بعد الله سبحانه وتعالى إلا من تلفزيون الكويت. عسى الله يتمم علينا تلفزيوننا ونشوف للأفضل بهمة الرجال اللي وقفوا خلف هذه الأعمال. تحية لتلفزيون الكويت لكل الموجودين لو سمحتم. مشكورين. يعني أنا أقول بالموضوع اللي أنا موجودة الحين، إحنا فعلا نمتلك عقل وكلنا منى إنه يكون ويستمر معانا للهام، ولا إيش رأيك محمد دشتي؟ مايكش عليك. مساكم الله بالخير. بالعكس اكيد قواكم الله ويعطيكم العافيه على البرنامج الجميل. ابو خالد كفى ووفى، يعني ما ادري شنو اقول، يعني كنت بشكر الصراحه كل الاسامي اللي ذكرتها بس كفيت ووفيت. ولي الشرف ان انا اكون موجود معاه بلقاء مع استاذ الهام، مع خيتي منى ومعاك انتي. قواكم الله ومشكورين وايد على هاللقاء المفاجئ. يعني حتى انا عن نفسي لما كلموني قلت معقوله 360 المكان. النور نوركم، منور بهلا ان شاء الله. سلمك. مناوي كل عام وانت منوره تلفزيون الكويت. كل عام وانتم بألف خير ومساكم الله بالخير، عساكم العواده. اول شيء اتوجه بالشكر لوزاره الاعلام، ممثل ايضا بوزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود، وايضا لوكيل الوزاره الاستاذ طارق المزرم، وكيل التلفزيون استاذ يوسف مصطفى، والوكيله الجميله الوكيل الاعلام الجديد استاذه منيره الهويدي، واستاذ سالم الخيال، استاذ بندر المطيري، على هالترتيبات الجميله. وصراحه انا مستانسه ان شاشتنا هالسنه كويتيه 100%. شاشتنا هي شاشتنا، يعني فعلا مشكورين على هذا المجهود الجميل اللي انتم بذلتوه. يسلم. واحنا مستانسين موجودين بينكم، وهذا اقل شيء نسويه لتلفزيون دوله الكويت، تلفزيون ديرتي الحبيبه. تلفزيوننا وشاشتنا والكويت. والسامع يقول امين. الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد. اسمع. والله انك صح. يعطيكم العافيه. الهام هالسنة أتوقع الحضور والظهور راح يكون غير. مفتوح. نعيد الجملة، سامحونا، نقل خارج.
نقول ان فعلا منى جوج وايد حلو اليوم، عاجبني الموضوع، طافكم يباب نص عمركم قبل شوي بالفاصل. الهام طلع هالسنه غير طبعا، ما ادري عاد اذا طلع الحكي ولا طلع شيء. العيد يستاهل، العيد الحين. طبعا امسيكم بالخير واشكر كل القائمين من الكبير الى الصغير، اشكر اللي واقفين ورا الكاميرا واللي امام الكاميرا، ما بازيد وعيد عن كلام زملائي. طبعا بادره جميله، حضور جميل مميز، انا مساء قلت لهم حضورنا حلو مميز حق تلفزيون الكويت، تلفزيون ديرتي مثل ما قال خالد، وهذا الكلام أنا كله أقوله من قبل، إن هذا بيتنا، تلفزيون الكويت بيتنا، تلفزيون الكويتيين، تلفزيون الكويت يعني نحس إحنا عياله. وبس نبلش الحوار، بتنورنا هالسنة بشنو؟ ما بدل كا كا هلو أيوة. أنا بالنسبة لي مسلسلين حلوين، وفي شيء عقب رمضان شيء مهم للتلفزيون الكويت. حلو. عندي السنة قالوا عبد الرحمن وينك عن الكوميديا؟ والله أنا أحب الحصري بكل برامج. حصري كل الكويت حصري. طربني. حصري. تلفزيون الكويت أنا عملت مسلسلين اسمه حكايات. تراجيديا دراما معاي طبعًا الحلوين منى واستلهام كل الشباب الحلوين فنانين كبار معاي، حكايات دراما كل ست حلقات مسلسل. في عندي مسلسل آخر اسمه المحتالة. المحتالة أنا ويا الأخت زميلة هود حسين. حسين صح. مسلسل كوميدي جميل حلو فيه إسقاطات اجتماعية. يزين اللي صفقون حق هود حسين. وبعد العيد عندي مسلسل آخر اسمه الدعلة. بطولتي أنا ومعاي زملاء كثير من الفنانين منى شداد وهدى الخطيب. كلهم موجودين. والحين قاعد أصور مسلسل قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ولف من ذكره. قاعد اصور مسلسل الحين ترى رايق، وبرجع اسلم عليكم وبمشي لان عندي مسلسل قاعد اصوره اهم بعد العيد ان شاء الله راح ينزل، اللي هو دروب العرايس. دروب العرايس. العرايس طريج عرايس. عرايس ولا عرايس؟ عرايس. لا عرايس اللي ناكلها اكيد عرايس قلولوش. عساكم على القوه. يسلمك. ويا هني لكم يا اهل الكويت والمقيمين، يا هني لكم في تلفزيون الكويت السنه هذه. لا تفتشون عيونكم غير تلفزيون الكويت. انا ما اقول ان التلفزيونات مو زينه، الباجه كلهم زينين عسى الله يوفقهم ان شاء الله وينجحون مع نجاحنا، بس لا يطوفكم تلفزيون الكويت، لا يطوفكم والله العظيم اقوله مو دعايه حقيقه، لا يطوفكم تلفزيون الكويت ان شاء الله السنه هذه. الله الله يوفق ان شاء الله يا رب. واسمحوا لي انا بروح لاني عندي تصوير التزام، هو التزام موفق. حياكم الله. مشكورين. شكرا. تحيه للفنان عبد الرحمن العقل. مشكورين. شكرا لوجودك استاذي. يعني دائما نقول الفنان التزام، ويا حلو اخلاق الالتزام في فنانينا اللي صمموا هذه السنه تكون الاعمال حصريه في تلفزيون الكويت. وراح نتكلم اكيد، نقول ان في يجمعكم عملين منى ومحمد. ايه. دكامبو نواف مسلسل. ماما حصه. انا انت ماما حصه. ايه. انا اقوله ماما حصه شو ما انا اسوي. اقول عاد سكتي قعدي بمكانك لا تحكين. انا اقول انت اسوي اسكت 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 ما تخلي. وديني الصالون اسوي بديك هير مانيكير. والله والله حرام والله. لا 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 ماما شو ماما ما تقدر. اول مره اشوف الخدامه قادره اعلم عزبه. مو رابي عندهم رابي ولدها 30 سنه بالبيت. ترى هم مسوي اكثر من شخصيه. كم شخصيه مسوي هالسنه؟ ان شاء الله ست شخصيات رئيسيه. تقول 19. عط مثال عط مثال مثال. انفجر انفجر. دام صليتي على النبي الحمد لله. كم شخصيه؟ ست شخصيات اساسيه. حلو. و19 شخصيه جانبيه. طبعا جانبيه شلون؟ في كل حلقه تطلع بكاركتر خاص. ايوه ايوه. حلوين. كل كاركتر كل حلقه اطلع بكاركتر خاص. اوكي. عندك مثلا دلفينة سويتها. اللي هي ماما ماما تقولي كلميني. اقول ماما ايش تبين؟ ما يعرف شنو ماما صغيره سوي ذاك البيت. شنو في هالسنه بتلفزيون الكويت؟ اوه تلفزيون الكويت في واجد واجد برنامج ما شاء الله. هذا طارق مول عرف منو؟ هذا طارق مول. اي اعرف. هذا ابو محمد طارق علي. اي 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 يسوي مسابقات في فلوس واجد واجد ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. اهم شيء ان الكل مدقق على الفلوس السنه ولا. وفي شخصيه ثانيه اسمها نايف اللي هي ولد ابو نواف. و بعد مو معاك انا؟ ايه يلا يده. لا في حلقه اليوم سجلتها انا حقك. يده يده ايش حقك قاعد تتابعين معي المباراه؟
كيفي انا احب المباراه، انا برشلونيه. لا مالي شغل يا برشلونيه انا حتى النخاع. اذا برشلونيه خلاص سامحتك، مع ان انا لا اعرف لا مدريد ولا برشلونه. ها اوكي، لا تهني ولا تهني. 16 شخصيه؟ 19 ان شاء الله. 19 لا اله الا الله. والاساسيين سته اللي هو هذا قلت لك، وبعد ما اذكر ترى الاباصيري هذا واحد صبي قهوه. بص يا استاذ اماني، يعني شاملين كل الجنسيات تقريبا ان شاء الله، كلنا موجودين هنا، احنا مع ماما حصه معاكي مع ام فجر، ان شاء الله كل الامور ماشيه تمام، ما تخافيش ان شاء الله. ان شاء الله ما اسمعكيش زغرته يا ناس. شخصيتك راح تكون ماما حصه؟ اي شخصيتي. ما خليتي شخصيه ثانيه؟ لا 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 لا، بس ماما حصه كذي بروحها وماما حصه ومساعدتي يعني هي. دلفينه. بس والله جد والله جد خيتي منى وايد مبدعه هالسنه ويانا بالمسلسل. يعني وايد وايد كاركترها وايد عجبني، الصوت غير، الاداء نار، يعني راح تشوفين اليد مال البيت العسرة. عسرة شوية عسرة وايد. بس أنا مسلسل ثاني فيه ولا نفسه؟ بس لا هذا بس حمل أذكر شغلة، إن معي أيضا زميل الأستاذ جمال ردان وهو أبو نواف ومحمد وأماني بشار الجزاف، وطبعا هذه يعني تجربة جميلة اشتغلت فيها مع فيصل إبراهيم اللي هو مخرج البرنامج، وأيضا نواف المؤمن عساهم على القوة، ترى للحين شغال، إحنا طالعين من الاستديو. يعني هل راح تحوشكم مشكلة كل سنة اللي يدش علينا رمضان وانتم للحين قاعدين تسجلون؟ لا 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 لا، بس تعرفين لازم يكون في تجويد، يعني نعدل بعض الاشياء وتصليحات بسيطه، شيء طايفنا شيء طايفهم، بس بالعكس احنا يعني بادين على التسليم ترى حق وزاره الاعلام. بادين ما بقى شيء يعني، لان بصراحه ما قصروا والله بدعمهم حقنا. وصلنا حق مرحله النهائيه، خلاص المراحل النهائيه خلصنا، قفلنا اليوم. انا كنت مصور مسجل اخر حلقه. والله معاك ما اعتقد يقفلون، بس على فكره ترى انا اليوم قفلت 30 حلقه. تكتب شيء جديد يطلع شيء جديد، شخصيه جديده تضطرهم انهم يسجلوا من يدي. والله اذا طلبوا وزاره الاعلام شيء اضافي او هم يامرون على مثلا موضوع معين بالعكس راح نسويه. تسلم يعني. لي هالاخلاق الطيبه يا ربي. الهام نقول العمل هذه السنه الشخصيه عسره شريره طيبه، شنو الموضوع؟ لا طبعا انا عندي حكايات حب نفس اللي مع ابو خالد، بس انا مو في سداسيه ابو خالد. حكايات حب هو خمس مسلسلات داخل مسلسل، متجزئه الى سداسيات، كل وحده لها قصه ولها حال ولها فنانين. في بعض الفنانين شاركوا في ثنتين وفي ثلاثه وفي البعض واحد وفي يمكن في في إيه انت باثنين ها فكنا ثلاثه. اي انا اعتذرت عن وحده، خذيت وحده لان كنت اصور عمل المسافات، فيا دوب قدرت اني اصور او سالي منى يعني العمل هذا. لحظه طارق العلي وصل، حيوا يا جماعه. احب الادم اللي يلفق بروحه. شفتي يركض؟ يا هلا وغلا يا هلا وغلا. هلا والله. هلا ابو محمد شلونك؟ هلا فيك نجم كل مكان. ايوه الحين يعبسنا. حلو. اكمل ولا نرحب؟ اول شيء رحب. لا لا خلي يجاوبون على سؤالهم. لا 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 والهانين عليك. لا ما يصير توك داش السلام لازم. انا صار لي 10 دقائق واحد من الشباب الطيبين دعم السلسله ووقفنا. المهم علينا، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. ورمضان هذا ان شاء الله يجمعنا وياكم على خير يا رب. وبدايه نهنئ طبعا صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، نعم، وسمو العهد الامين وحكومتنا وشعبنا الطيب بحلول شهر رمضان المبارك. واليوم تلفزيون الكويت ايضا نهنيه على هالحله الجميله، يعني فعلا شعارهم يا حلو جمعتنا فعلا. نشكر اخونا الكبير الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام وزير الشباب، والاخ طارق المزرم وكيل وزاره، والاخ يوسف مصطفى وكيل مساحه شؤون التلفزيون، والاخ شيخ فهد المبارك وكيل اذاعه، والاخ محمد الشمري وكيل الاداره الماليه. هذه الاخوان كلهم طبعا، حتى وكيل الصحافه كان طبعا خالد الشمري الرشيدي ما ننساه، اللي الدينمو المتحرك لجلب، والله ادري حافظ اسمها منيره الهويدي، هذه عاد يبي لها برواز وروحه يعني. منى الهويدي زين. لا زين اوكي. ومنيره الهويدي تستاهل صفقه تحيه، لانها هي مسؤوله الاعلان التجاري. الاعلام الجديد.
الإعلان الجديد. يعني بصراحة حتى مسمى القسم يشرح القلب. إيه. إعلام جديد. لا والمكان زين جمع الحمراء. المهم عشان كذي إعلام جديد. أنا أبي أحييك أنت بالذات. يسلمك. طبعاً زملائك حصة وكانت معاكم وحدة. أسماء عبد الله دشتي. على التقديم الجميل. يسلمك يا رب. لكن اليوم إحنا قاعدين استمتعنا بالارتجالية الجميلة. يسلمك يا رب. اللي عملتيها. في فقرتك ودائما مميزه يا ايمان نجم وانت نجمك دائما الله يسلمك ساطع. الله ما يضيع تعب الجميع يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله. لا وين رايح؟ عليكم السلام ورحمه الله. تو ما بدينا تو ما بدينا بس انا حييت الهامش كنا نقول فمثل ما قلت لك هي مسلسلات داخل مسلسل. دوري انا هني لا طيبه ولا شريره ولا متسلطه رومانسية. ولا رومانسية على مظلومه على ليش كله تطلعون الحريم لا لا, لا 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 مو مظلومه مو يروح بالك شيء ثاني انا ما بحرق دوري لان حرام اخر كم حلقه كاركتر حلو ما ابي احرقه انتقام مرأة حبيت انا الحين حبيت راح تشوفين انتقام شيء جديد لا حلو الدور وايد حبيته يوم قريت روح روحي حتى الاستاذه اسمهان توفيق الله يذكرها بالخير قالت للاسف ان هذه سداسيه هذه حالاتها 30 حلقه فعلا تعبها تعب 30 يمكن الموسم اللي بعده نشوف منها اجزاء ثانيه والله ممكن اذا صار انا سعيده اشارك فيها اذا راح نطلع لي الاذاعه وراح نتكلم عن شيء في قلبي احبه دائما ميكروفون يتحدث من خلاله ينقل صوت من خلاله ينقل صوت وصوره من خلاله ينقل احساس انسان ومعاناه وقد يكون نظره امل برامج كثيره عدوها من الاذاعه تنطلق في دوره شهر رمضان هلا 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 ايوه هلا هلا يم عربي لا يحرمنا منها اكيد وجود كل من يعيش على هذه الارض اللي حبت الناس والناس حبوها اكثر والله انه يمكن هذه الديره ما ابي اقول الوحيده لكن انا بداخلي اقول الوحيده اللي حبت الناس كلهم وحبوها ولا زالوا يعطونها بغض النظر عن اي جنسيه احسها ديره انسان ديره انسان يا من اي مكان يحب ديره اسمها الكويت عسى الله يدوم علينا يا رب الصحه والعافيه والامن والامان ويمعه ما مثلها يمعه ويا حلو يمعتنا في رمضان راح نقول البرامج الاذاعيه الهام عندك برنامج اذاعي اي نعم عندي برنامج اذاعي مسلسل دراما ايوه اسمه ابو بهلول طبعا معي نخبه حلوه سعد الفري استاذي ابو بدر والفنان ابراهيم الحربي انتصار الشراح غاده الزجدالي مجموعه حلوه معنا حلو نقول ان يعني الوكاله في الاذاعه قد تكون صعبه نوعا ما لكن بمبارك قدها طبعا بمبارك الشيخ فهد المبارك نوجه له احلى تحيه ابن الفرسان وكيل الاذاعه هذا الانسان الجميل اللي فتح مجال كبير للشباب والكبار والصغار بصراحه وقلبه يعني ويانا ويا الفن الكويتي ويا الكويت عسى الله يحفظك يا ابو مبارك والف شكر لك ما قصرت برنامجك الاذاعي ايش راح يكون احمدوه مسلسلك احمدوه زوجتي امي امك لحظه الام ولا الزوجه في فرق في فلته كانت زوجتي حلو اي زين فيها تصير امي وزوجتي اي زين يعني حنون تصير الاثنين طبعا منى عندنا مسلسل احمدو تاليف الاستاذه الكبيره امل عبد الله واخراج اخونا عبد الكريم خليل اسماعيل الحقيقه احنا مو جايين اليوم نثني ونمدح مسؤولين التلفزيون كثر ما احنا نشكرهم ونشكرك على طارق مول لا ولو تحت امركم نشكرهم ان تلفزيون الكويت هالسنه واذاعه الكويت يعني ايضا الشيخ فهد المبارك لما منى مدحت الشيخ واثنت يستاهل الا انه عمل شغله حلوه جمع الاجيال كلها في فعلاً. مسلسلات اذاعيه فعلا يعني من عمي عبد الحسين عبد الرضا لعمي ابو بدر لاصغر واحد خالد مظفر يعني جمع الاجيال كلها عشان كذي حلو يا معتنا برمضان اي التلفزيون نفس الشيء كثر ما قدر يستقطب اسماء كبيره فعلا يعني فعلاً. اليوم يمكن احنا ينقصنا عمي ابو عدنان ما عنده شيء هالسنه لكن حسه موجود بس لا موجود اذاعه والفنانه سندريلا الشاشه الكويتيه سعاد عبد الله نعم. ودنا تكون موجوده صحيح ويانا لكن ايضا
لكن ان شاء الله كلكم الموجودين ان شاء الله يعني الاسماء الكبيره موجوده صحيح. في رمضان من كبار حتى الشباب النجوم هذيل الاسماء اليوم كاهي سناوايت نسميها الهام الفضالة اسم كبير فعلا وما تحتاج شهادة وانا اول ما شفتها قلت بس نطج لان كل يوم تبدأ ورا الكواليس ورا الكواليس لا يذبحني خليل ريلها يعني اتمنى فعلا رمضان هالسنة وانا واثقة جدا انه راح يكون رمضان خير بهلة شكرا طارق العلي شكرا منى شداد شكرا الهام شكرا محمد شكرا لكل فنانين الكويت اللي اصروا ان هذا العام تكون شاشتنا ويمعتنا على شاشتنا الكويتية اللي نستمتع فيها دائما كلمة أخيرة مبارك عليكم الشهر الفضيل إن شاء الله وعشاكم تعودونه كل سنة يا رب إن شاء الله نقول كل عام وانتم بخير صاحي لازمة الجديدة في طارق مول اللي يقول صاحي لا جائزة حلو من الحين لا الحين أقول إذا بتعطينا الحين أقول إذا نقول راح نرجع بعد شوي بعد الفاصل اللي نودع من خلال وجوده نجومنا وما نودعهم إلا نلقاهم على خير إن شاء الله في رمضان يا حلو يمعتنا على شاشتنا